عبر خط كهربائي يربط عنابة بالصقلية الإيطالية، وعبر مسافة تقارب 270 كيلومتر وبطاقة مبدئية تقارب 9000 ميجاوات، سيتم تزويد أوروبا بالكهرباء. الجزائر بعد تصدرها الرياضة الغازية تدرس اليوم مشاريع لربط الضفة الشمالية بالكهرباء أيضاً. ليس الكهرباء وحده ما يمكن تصديره، فالصناعة في هذا المجال رائدة، والحديث هنا عن شفرات التوربينات الغازية التي حققت الجزائر اكتفاء في صناعتها، حتى أنها سجلت عدة عمليات تصدير من هذه المادة إلى هولندا. قمنا بتصدير العملية الثالثة، والعملية الرابعة راح تكون يعني بحر الشهر ديسمبر فيما يخص شفرات توربينات إلى دولة هولندا بمصنع يعني إنتاج فروع سونيغاز وشركة سونيغاز، مصنعين الحاجة بمسينة وكذلك مصنعين الياقوت ببسنة. مؤسسة سونيغاز راهي تطمح باش تكون يعني رائدة في مجال الطاقة، خاصة طاقة الكهرباء، سواء على المستوى الإقليمي وحتى على المستوى الدولي. أوروبا التي اختل توازن طاقتها اليوم جراء المعطيات العالمية، قد تكون الجزائر أحد ضامني طاقتها مستقبلا غازيا وكهربائيا. فالجزائر الشريك الطاقوي الموثوق حقق اكتفاء داخلي بقدرة انتاجية فقط 24000 ميجاوات، مقابل استهلاك وصل إلى أكثر من 16000 ميجاوات وقت الذروة. تصدير الكهرباء قبل أن يدرس كمشروع موجه إلى إيطاليا جسد ميدانيا إلى تونس، وبطاقة تصديرية قاربت 500 ميجاوات. أما الخط الذي سيربط إيطاليا سيمكن البلدان المتعطشة للطاقة من تلبية احتياجاتها، ويعزز في ذات الحين من صادرات الجزائر الطاقوية.